عدد أحاديث صحيح البخاري. قول ابن الصلاح والنووي أن عدد أحاديثه 7275 حديثا، وبدون المكرر 4000. وقول ابن حجر إنه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات 7397 حديثا، والخالص من ذلك بلا تكرار 2602 حديثا، وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي 159 حديثا، فمجموع ذلك 2761. وعدد أحاديثه بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082 حديثا، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة.